قادر في المحامي من احسن المحاميين في المغرب بالتشهير والسب والخيانه دغيا الغد ليه دار ليه محامي وذاك المحامي اكتشفنا انه ورطه كما تنقول اللي ما وقفش معاك في المرض وفي الحبس ما تقولش واخا يكون باك امك انا دابا نقص مني داكشي كامل اللي درت معاه وما عرفتش ماشي صاحبي كل اختصار صديق وقفتي معاه ما صدقش. السلام عليكم متابعينا الاعزاء متابعين صوت العداله من مدينة مكناس. قبل الخوض في هذه القصة فاحنا جينا هنا للعبرة، غادي نسمعوا هذه القصة غنقولها ونعودها للعبرة. فجينا عند الأخ نعيم. الأخ نعيم كان مع واحد الشخص اللي هو أصلا بعد الأخ نعيم باش قبل ما ندوزوش هذه الفرصة أنه يوتيوبرز، يعني صانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا كتعرفوا علاقات كيكونوا بين صناع المحتوى بيناتهم. فاذا الاخ نعيم واحد الشخص وقع له مشكل، واكيد كما كنقولوا حنا الصيد ديالو كان ضرب وعرفوه المغاربه كاملين. فالمهم انا لا داعي باش نحكم عليه شنو دار شنو ما دارش، المهم كان وقع له مشكل دخل السجن، الكل تخلى عليه ورا بشهاده الجميع. فشكون اللي وقف معاه؟ الاخ نعيم. ومن بعد شنو لقى؟ لقى ان هذا الشخص هذا نكر الجميل، والشخص اللي كينكر الجميل لا داعي باش نقول فيه شي عبارة، فلكم التعليق. وفي الأول وفي الأخير غادي نسمعوا هذه القصة وكيبقى حق الرد مكفول. إذا السلام عليكم، مرحبا بك معنا على صوت العدالة. مرحبا بكم تنتوما عندي اللي جيتوا عندي للدار. شكرا بزاف على هذا المجيء ديالكم لهنا. مرحبا على رسول الله، ونتمنى ان شاء الله هذا اللقاء هذا يكون فيه عبره. اكيد كما قلتوا لي العبره. اذا الاخ نعيم كيف عرفنا القصه؟ كانت صراحه راجت بزاف خصوصا داخل المجتمع المكناسي، وانا نقدر نقولوا في انحاء المغرب ارجاء المغرب كانت هذه القصه يعني كل شيء بدا كيهضر عليها. فاحنا بغينا نسمعوا منك انت شنو وقع، عاود لي باختصار. الصراحه هذه القصه اللي كنت ديجا خرجت غير في خلاص هضرت فيها اولا في واحد المنبر واحد، ويعني ما خرجش بزاف هضرت عليها ولا حليتيش القلب ديالك كيف تقول لك. وحتى في القناه ديالي اقسم بالله ما هضرتش على هذا الشيء هذا، ولاني حيت القناه ديالكم يعني كتهتم بالمواضيع تيكون عندها واحد العبره وواحد فهمتيني شي حاجه اللي تلي فريمو الانسان اللي كيتفرج فيها كيستافد منها. كذلك تعالى كما قلتين كما تنقولوا نعطيو حتى حنايا عبره. مرحبا صراحه كيفاش بدات العلاقه كما قلتي في الحديث ديالك الاول، صديق كما يوتيوبر مع يوتيوبر ضروري يوتيوبر كيكون عندهم علاقات مع اليوتيوبر، فهمتيني تيتلاقاو وكيسافروا وكيهادي. كذلك داكشي اللي وقع ليا انايا اسامه، يعني حيت ما نقدر نقول لك ما نذكرش الاسم ديالو حيت انا ماشي دير شي حاجه باش نحشم، فهمتي كيفاش؟ انا دير غير الخير وتاديت، فهمتيني؟ راه كاين الناس اللي تيديرهم ب 16 وتيخرج بوجهه وتيهضر وما كاينش. حنا تخين تدير الخير وواقف وما خليتي ما درتي وغتحشم، لا ما كاينش حشم. حنا نقولوا على حاجه مزيان نهضروا عليها، علاش تكون شي حاجه اللي خايبه كلشي يدير بوم ومن بلاد تكون شي حاجه اللي زوينه ولا ما نهضروش عليها. اذا الاخ نعيم بغينا الحقائق اللي كنقولوا حنا لم تكشف من قبل. حقائق كاينين وكاينين اوراق، حقائق بالوراق. غنوريك يعني الوراق باللي انا هذا الشخص هذا العبد المذنب باللي هذا السيد وقفت معاه وقفت معاه درت له محامي من احسن المحاميين في المغرب، وقفت معاه حتى تحيدات له العقوبه وتحيد له داك الغرامه الماليه اللي كانت عليه باش تحكم، حيت المشكل اللي كان طرا له المغاربه راه كانوا كاملين عارفين المشكل كان طرا له هو الزوجه ديالو وكان كيدير شي افعال. نعم ما فيها باس نذكروا شنو التهمه اللي دخل بها السجن. التهمه كان بالتشهير والسب والخيانه وكل شيء، المهم كانوا عنده تهم بحال الخيانه وهذا الشيء، كانوا غير يعني تضرب في الابتدائيه بعام الحبس 3 مليون، وداو له الجلسه عاوتاني للاستئناف باش يتزاد له الحكم. انا فاش شفت داك الشيء
جيت انا يعني كنشوف السيد غيغرق في الحبس واحد 3 سنين على الاقل على دوك التهم اللي عنده، عنده تقريبا واحد 11 تهمه ولا 9 ديال التهم. نعم غتسمح لي نقاطعك هنا، فبكل تاكيد حنا غادي نهضروا على القضاء، القضاء نزيه ولا داعي باش نشكو فيه. فالقضاء اكيد شوف الدلائل اللي كان في يديهم داك الساعه كتبت الادانه ديالو. انا جايك باش نقول لك، باش نقول لك باللي انا قلت لك اللحظه في الابتدائيه كانوا الدلائل كيبينوا انه هو متورط. لكن في الاستئناف كما حنا نسمعوا منك الاكيد ملي تبت القضاء ان الشخص غير مذنب فتم. انا غير هو خرج فاش بدا يهضر على حقه وهذه لقى كما تنقولوا داك المشاكل وبزاف ديال الحوايج. فاش طاح هو في داك المشكل مع الزوجه ديالو كان شي واحد من افراد العائله ديالو من اوروبا دغيا الغد ليه دار ليه محامي، وذاك المحامي اكتشفنا انه ورطوه وتبت عليه التهم. فهمتي كيفاش؟ زاد عاون المحامي ديال الزوجه ديالو اللي كانت داعيه. المهم ما عليناش فاش تحكم تنشوف انايا داك الشيء كما تنقول فهمتيني جاني هذاك الشيء بحال فهمتيني الصديق ديالك وتخلى تشوف المحامي دار له محامي وورطوه وكذا. انا درت محامي نزيه والقضاء اللي عندنا في المحكمه سيد القاضي اللي في مدينه تازه تنفتخروا بقضاه بحال هذاك السيد. اكيد القضاء في المغرب الحمد لله نزيه نزيه اقسم بالله اللي كنتشرف بحال دوك القضاه عندنا. المهم شديت انا تكلفت له انا بالاستئناف. من بعد قبل ما تكلم كنهضر مع واحد الافراد من العائله ديالو حيت هما اللي عندهم ممكن يهضروا معاه من السجن. قال لهم عافاك ديروا شي حل في هذا السيناريو حيت السيناريو الفرصه الاخيره غادي تزاد لك الحبس الاخيره. نعم قال لهم سيروا عند نعيم شوف كي داير مشي واو يدير لي شي حل شي حاجه. دابا هي رغبه يعني على الزوجه ديالو الزوجه ديالو مورطه. نعم العائله ديالهم قال لهم سيروا نتوما عائلته نتوما اللي كبار ديو ناس كبار سيروا هضروا معاهم نتوما يعني وكل واحد كيدير عفاتي وداك الشيء. انا ما يمكنليش نمشي عند واحد السيده مازال مزوجه عندها مشكل نمشي عندها انايا كتقرا في فاس ولا هذه نمشي عندها نوقف عليها ونقول لها يعني راه غادي نورط راسي مشكل ماشي انا من العائله ديالو ما حتى شي واحد من المقربين حيت عنده مقربين مع عائلته. انا خديت طريقه اخرى خديت ندير اني محامي تكلفت به انا بالاسم ديالي راه عندي الوراق عندي كلشي فهمتيني عندي الاوراق هادشي كلشي غادي نوريه لك. خديت انا تكلفت به بجميع اي حاجه بالمصاريف ديال المحامي انتقال من مكناس لتازا بنهار قبل المهم اي حاجه. وحتى المحامي ساعدني بزاف حتى هو شكرا ليه بزاف يعني خلاني نخدم في الدوسي نجيب كاع هذوك الادله اللي هذه سميتو يسهل لك الطريق. اييه قال لي دير اللي بغيتي وانا اللي عليا غادي نترافع بكل ما املي في المحكمه واعترفوا بيا قالوا هذا هو الصديق اللي ديما تلقاوه في المحكمه والقاضي اكبر شاهد واكبر واحد اعترف بيا راه بركه وانا وصاني عليه ما وصاش لعائلته كاينه معايا انا حيت انا اللي عرفني وقفت معاه وانا درت له محامي اللي خرجه. المهم حنا اللي وصلتنا حيت ما كاينش هذا الاعتراف بالجامل اللي خلاتني تنقول انا كان الانسان كيعترف بالجامل ما غنهضرش انا على راسي ونقول شي حاجه. المهم معليش حيت الانسان ملي كدير شي حاجه خايبه كيخرج كيدير لك الطر كما تنقولوا ملي كدير حاجه زوينه كي هادشي حتى انا حتى انا نهضر. المهم الحمد لله خدينا جلسات واحد جوج جلسات كان غيتحكم بدون محامين حيت كان المشكل ديال المحاميه في المغرب. نعم المشكل ديال الجواز. نعم الله يرحم الوالدين. الاولى طلبنا فيها تاجيل ثانيه ما كاين حتى شي واحد لا من العائله ديالو حتى شي واحد صافي كانت الجلسه وكان غيتحكم هو قال لهم قال لهم ما كاينش محامين وما كانش عارف باللي راه مشكل ديال المحامين وصحابو ما عندوش محامي. اييه هو قال صافي راه ما جاوش فهمتي كيفاش. المهم قال له رقابه نتحكم. دابا فاش هو بدا يتحكم انا دخلت وزيت يدي وهضرت مع سيد القاضي قلت له عافاك انا مزاول ولو اخر تاجيل الله يرحم لك الوالدين وانا جيت وصفتني المحامي المكناس وهذه سمعها هو في ليكرون قال له سمعني كندوي وهذه وعاود سولو قال له واش تعاود قال له صافي انا غادي نتسنى حتى تيكونوا محامين وقال لي القاضي راه اخر تاجيل حيت استثناء صافي اخر تاجيل حتى هو مسكين راه على كما تنقولوا الاخر الانسانيه. دخلنا الحمد لله دخل المحامي ترافعنا عليه جبت الادله الدوسي كلشي الحمد لله قدمت له شواهد ديالو باش تحسن الصوره لهذا السيد باللي راه ماشي شمكار كما واخدين عليه جميع المغاربه وجميع اي واحد وانه راه ماشي فاسد وماشي هذا السيد راه حتى هو عنده واحد الجانب اللي زوين وكذا حيت كلشي ضده. المهم وقفت معاه الحمد لله نورنا الصوره ديالو القضاء حتى هو شاف النتائج ديالو شاف هادشي الحمد لله فهمتيني شافوا من هاد الاموريه هادي وتخفف له الحكم. وبقات له 4 شهور ما بين الحكم 15 يوم بحال قلت يدوز 15 يوم ديال الحبس وخرج هي اللي دوز الحمد لله خرج. وبالحكم فاش كان كيناديني في السجن كان مريض قال لي حقا راه مريض وكيغوات وما كينعاس وتيشرب الدواء السيد غيحمق. المهم درت ما في جهدي
دابا هادشي من بعد ما خرج ياك فاش خرج خرجته هو كان مريض وكان يلاه بدا فيه المرض الحمد لله وقفت معاه وخرج المهم خرج فاش خرج بقيت كنوقف معاه كنغين صحار راه بقينا تنقلبوا عليه شديناه وقفت معاه واحد يومين وانا بيت معاه في واحد الدار ديال بلا ما نذكر الاسم ديالهم لقيت شي حوايج انا ما مرتاحش فهمتيني كنشوف انا داك الشناء انا داك شي ميمس يكونش داك نشر الحب والضحك وهذه انا ما كابرش في شي حوايج اللي تكون في داك الجو مكهرب فهمتيني علاش كنشوف الناس بغاو ديما فهمتيني داك السيد يقولوا راه حتى شي واحد ما وقف معاك راه غير حنا عائلتك اللي وقفنا معاه ولكن لا ماشي بس علاش صاحبه وقف معاه وبكل شيء وهذه وانتما كتعرفوا ملي خرج تقلبتوا عليا وليتو كنمشيو لعندو كتعمرو وهادي انا كنقول هو راه بعقلو راه الوراق كاينين القاضى قدامو راه شاف راسو كيفاش تحكم راه واخا كاع يعمرو راه ما غيدورش عليا ويقول شي حاجه اللي ما ولا غيدير هاد الخسايل هادي ولا غادي كما تنقولوا الصدقه غيبيعها بزيرو كما تنقولوا قلت صافي راه خلي اللي بغى يهضر يهضر انا عارف راسي الحمد لله شنو داير درت جميع الوسائل باش كنتواصل معاه حيت ما كانش عنده التليفون في الاول خديت معاه جميع تفاصيل باش نتواصلوا انا وياه ونكون قريب له وما نخليهش يكون بوحدو باش ما ينتحر ما يدير مشيت له انا في الكانه ديالو واي حاجه بغى يرتاح كنت كنمشي معاه فيها المهم واحد النطره مشكل وما راه عارفينه صافي خصو بغى يهرب قلت له يلا مشي لاكادير تعالج نكر هذا الشيء هذا كامل ولاني كنت انا بلاصتو غنذكر اي حد اللي دار معايا شي حاجه حتى ديك راه هذيك هي الشده كما تنقول اللي ما وقفش معاك في المرض وفي الحبس ما تقولش واخا يكون باكم ممكن ما الا ما وقفش معاك في هذه راه ما تعترفش بهم من الاخر ما عليناش حنا وقفنا معاه هذيك السيده تاعي هذاك السيد تا والله يجازيه بخير فهمتي استضفنا تمايا وسهلنا الامور تما في اكادير حتى انا ما كنعرفوش لا في ترونسبور لا في كلشي خدينا سيمانه حنا تما بقينا معاه حتى تاخذ الامور ديالو بقى كيتعالج هو راه قالها في فيديو قال لهم انا راه الحمد لله فهمتي الدكتور ديال اكادير راه حسيت براسي مزيان ما عليناش جينا امور بدات بخير الحمد لله صافي وقفت معاه تما بقيت كنزعم تنقول دير القناه ديالك باش تخوي قلبك باش ترجع حيت انت تاديتي بهذا خصك فهمتيني ما تبقاش وحداني باش يكون عندك شي حاجه كديرها انا فاش كنت كنقول له هكايا كانوا كيتصلوا بي الا عندكم شي صور وشي حاجه راه واقيلا غيستغلك راه هادي تقولوا انت دير قناه ترجع المحتوى وحسن الصوره ديالك للمغاربه وخرج بوجهك حمار وقول لهم انا اعتذر نعم لحقاش القناه الاولى داوها له نعم مشات القناه داوها له فاش خرج واحد المنبر اعلامي تيقول لهم راه القناه اكتشفت راه داوها ليا وش واحد من الاصدقاء هو التليفون خلاه لواحد الصديق كان معاه في السيمانه الاخرى اللي كان غيتشد ما كانش معايا انا قبل ما يتشد بعد واحد السيمانه ما كناش انا وياه قبل وهو ما قدرش يقول السميه ديال الصديق خليتي انت صديق يعني الناس غير يعرفوني انا ولا المهم هكا قول صديق فلاني خليت عنده راه يوتيوبر وهذه راني خليت عنده المسائل ديالي في الطوموبيل وكذا تعرفوا قولوا هو اللي قدر دير لي القناه واخا حنا ما انا ما تنقولش هو اللي دار القناه حيت القناه كانوا فيها مخالفات كانوا فيها شي حوايج كيديروا مخارق للقانون وعطاو انذار في الاول حبسوا القناه لمده اسبوع وبزاف الحوايج كيديروا عطاو واحد المهله يعني خصو يمسح الفيديوهات ال 21 في الشهر الا ما مسحهمش غتمشي له القناه هو داك 21 في الشهر تشد هو 18 ولا 17 في الشهر تشد راه هو في الحبس يعني كي غيدير يمسحهم اليوتيوب مسح داز ديك المهله صافي مورا اسبوع مسحات له القناه هو ما قدرش يقولها ولا المهم انا نقول نهضر مع القانون نقول لي كاين ما نجي على هذا لا نقول لي كاين باش ما نتهموش شي واحد ولا ما عليناش دزناها دار الحمد لله واحد النهار فسميتو طرا واحد النقاش قال له واحد الهضره ما عليكش تخليه فهمتي يبقى مع دابا راه مع جلس في الدار ديال العائله ديالو تخليه طرونكيل دابا وهذه انا صافي درت اللي عليا جا العيد الصغير سولت فيه بخير لاباس الحمد لله هذه صافي يعني عرفتو قلت له واش انت مزيان واش خصك شي حاجه شي فلوس شي حاجه هكايا واخا انا كما ما عنديش ولاني انا جيست رانا معاك فهمتيني معليش داز العيد مورا بثلاث ايام دخل بانترفيو واحد الصحافه بلا ما نذكر الاسم ديالهم وبقى كيهضر وبقى كيسولو والصحفي ديجا راه الصحفي اللي صور ما عارف بلي انا شاد له بوحامو وكان معاه واحد الطرف من العائله ديالو ما خلاش يذكر الاسم ديالي ولا نوي بيا ولا يجبدوا الاسم ديالي والمحامي والصحفي جبدلو قال له المحامي عطاه فرصه فين يجاوب مثلا شكون اللي وقف معاه شكون اللي كان معاك فهمت شكون هو قال لهم تنشكر المحامي قال شكون اللي وكلو ولا شكون اللي ما كيشكرش شكون اللي وكلو هو عبد المودني وشكون اللي واش المحامي طاح من السما واش المحامي جا غام سالي غير دي بلاصه عندك تمن يمكن ناس التازه غير هكا في سبيلي دابا حنا اللي نفهموا الاخ نعيم هو انك كتحس براسك تصيدتي اييه تصيد حنا مازال نهضروا على الماديات اللي كنبدا نهضروا انا كنهضر غير على الاخلاقيات وعلى لوجيست
فهمتيني هادشي هذا كامل. ولكن انا نقول لك واحد القضيه، الا كان هذا الشخص اخلاقه انا ما تنعرفوش، هي كنقول شي شخص اخلاقه منحطه مثلا، درتي فيه خير وما اعترفش بالجميع، هذيك اخلاقه كتعنيه هو، يعني انت بغيت نعرف شنو الهدف ديالك، شنو بغيتي من هذا الشيء؟ الهدف ديالي من هذا الشيء هذا انك ملي ما قدرتيش تخرج قدام، فهمتيني قدام، فهمتيني قدام فيديو خرجتي كتهضر اعتراف بالجميع، ما قدرتيش كنتي كتقول كتعاود على المرض ديالك وكيفاش طرالي وانا غلطت وانا هذه. دابا هو عاود كل شيء، خلى الحلقه ديالك انت بالضبط، يعني شكون الشخص اللي وقف معاه حيدها، حيد انت هذه اللي بقات فيك. لا بقى فيا حيت كما ترى الرجال راه هادشي اللي كيهمو، لكن راه تيهمو ما كيهموش الماديات، ولا كيهموش شي حوايج اللي تتكون مختصه به، شي حاجه اللي الى اديتيف كما نقول في الشرف ديالو النفسيه ديالو، لا نقصتي منه راه فهمتيني راه ما يقبلهاش. بحال دابا نقص مني داكشي كامل اللي درت معاه وما عرفتش باش انا خلاني باك لي، واش انا خلاتني امك ليك باش يكون هادشي فريضة عليا، واش شي واحد خلاني كاع الدم ديالك شحال من خوت عنده 16 لواحد كلشي في اوروبا واخا حتى واحد ما عقل عليه. نعم خويا نعيم، انت شكون اللي فرض عليك تعاونه؟ فرض عليا هو، طلبها طلبها ماشي فرض. واحد الخال ديالو اقسم بالله التليفون عندي راه مهرس، وهذا كان شي نهار ديال الزن غنمشي نخسر عليه واحد 500 درهم غنصلحو. عندي تسجيل ديالو تيقول لي راه قال لك في الحبس وراه كذا وراه عارفه، قال لهم قول نعيم سيرو عند نعيم وغيدير نعيم وهكا قال لهم. هادشي كله واضح، لكن كيبقى هذاك طلب ماشي فرض، يعني انت اخلاقك بقى فيا كالمريض ديالك خلاتك توقف مع الصديق ديالك. صديق ديالي ما خويش بي وطلب مني وانا كنت باغي ندير شي حاجه، وفزت قالها لي وبقيت مريض وبكيت صاحبي. بكل اختصار صديق وقفتي معاه ما صدقش، ما صدقش، وليني انا دابا اللي تضرني تندخل السوشيال ميديا تلقاك فهمتك، ولكن انت ما كتجب فهمتك. انا كما قلت لك قليل كل غيط فاه ما بقاش ما دارش قناه كما كان كيقول في الاول، ما كانش شي وحدين باغيين يديروا قناه من العائله نقولوا هانيه طفا صافي ما يذكرش الاسم ديالي. ولكن انت رجعتي للسوشيال ميديا، نعم نعم خصك تهضر تقول هذا السيد راه وقف معايا، واخا كاع انا وياك كاع سيدي ما نتلاقاوش كاع، انا ما تنديرش هذا الشيء هذا باش انا وياك حكا راه كنت من باش ترجع لي. لا صافي درتي العيب، فهمتي العيب درتي ملي خليتيني انا ندوي ونقول لك كذا ما كذا ما كذا سالينا. واخا خويا نعيم هانت شوف دابا بكل اختصار المغاربه غادي يسمعوا القصه ديالك، لكن انا كنصيحه مني كشخص، انت فيك اخلاق فيك رجوله خلاتك توقف مع هذا الصديق. خلاتني وليني اللي تضرني كيخرجوا بعض الناس اقسم بالله في الكومونتيرات تيهضروا لا كنتي بغيتي تستغلوا، لا راه مشى باش تستغلوا السيد ما عنده لا قناه ما عنده لا ريال لا جوج فلوس وداوهم له، وانا اللي خسرت عليه، انا اللي تنجري في المحاكم ونهبط وندير شنو ربحت منه، انا عندي فلوسي انا خسرتهم عليه. نعم لكن هادشي كله هادشي كله كنقول لك القافله تسير والكلاب تنبح. شوف بنادم يدير صحيح وكلام صحيح. الناس ما يديهاش فيه انا القصه ديالك دابا كنشوف انا راه فهمت المقصود. الناس ما بقاش كتعترف بالصداقه، ما بقاش عندهم نقولوا اعتراف بالجميل وما فهمتش انا. فشوف انا نقول لك واحد القضيه هنا، غادي نقول لك كان عندك سوء الاختيار، ما اختاريتيش صديق في المستوى او صديق اللي يرقى انه يكون غلطتي. اذا الغلط هو انه ما يتعاودش، ما حد كيتزاد كل نهار لهاد الساعه هذه. نعم كنقول لي انا غلطت في اختيار الاصدقاء فري، وصلت معاه شي المراحل ما عمري وصلت معاه شي اصدقاء، يعني وصلتها معاه هو فهمت وفي وقت وجيز مده عام ونص عامين بحال هكايا. يمكن هي نقدروا نقولوا كانت في الاول بدات كصداقه بمصالح، طبعا اليوتيوبرز بيناتهم طبعا كيكون داك كيجي عندي عادي العلاقه ديالكم تعمقات. فاذا انا غادي اللي شفت انا فكرأيي الشخصي هو انه يمكن انت شفتي في مصلحتك الاول وانه التعاون هو كذلك، فهو من اللي خرج مصلحته ولا مع ناس اخرين. انا كنشوف هكا فاش دخل الحبس ما بقاش مصالح كلشي نساك. راه فهمتك انت وقفتي معه ولكن من اللي خرج هو لقى باللي فيك انت ما بقاش مصلحه. انت ما بقى فيك مصلحه، بقى طوموبيلتي ما لقاش فين يتقلاز، ما لقاش فين يمشي ويجي. فاش خرج من الحبس قال لي فين الطوموبيل، قلت له راه بعتها هي باش درت لك المحاميه الورقه. الورقه صافي بعتي الطوموبيل حيد ديني فهمتيني. فاش اللي ال11 ما خداماش، حنا بعنا الطوموبيل على ودو وقلنا ربي سهل علينا دار الطوموبيل، ما تعرفش ربي سهل علينا دار الطوموبيل ما احسن. انت حسبها شوف حسبها عليها تؤجر وحسب الخير درتيه لله والله وتخيل في سبيل الله. انت المغاربه شاركتي معهم القصه ديالك وهذه حسبها لله. دلتو على دار كنت باغي ندفع في واحد البارطومون حيت انا بالحكم ديالي كاري، وكنت غندفع في البارطومون وغنتسنى من الكرا وغنبقى. وتخيلي جايني في الخيارين فهمتك انت اختاريت. نعم وهذه رساله هذه رساله لاخوتي اخواتي المغاربه. فشوف الخير مزيان ديروا، لا ما كاينش انا ماشي ضد هذا الشيء،
ولكن الخير الخير تعرف معاه من هذه الاولى وماشي نضر راسي باش ندير خير في واحد اخر. كاين انا براسي كنت كنفكر بتهور كنقول لبنان منعاونو واخا نعرف انا ما شنو يوقع لي، لكن لا المرجو الحيطه والحذر والتفكير قبل ما تقوم باي خطوه. اذا انت الاخ نعيم تصيدتي بكل معنى تصيدتي. لا تصيدت وليني انا واحد القضيه واحد الحاجه عندي لداخل مريحاني. شنو هي؟ اقسم برب الكعبه الشيء اللي دار معايا شي حاجه خايبه والله العظيم تنقولها انا، حيت انا مشيت بنيه صافيه كنت شي انا بنيه خايبه نقول غتخرج فيا، ولكن الحمد لله ربي ميسر الامور الحمد لله كنحمد الله وتنشكر على اي حاجه قليله كثيره متوسطه ما عنديش مشكل، ولكن ملي توصل الغدر والله ربي ما غيخرجها لك، والانسان طمع راه ربي غيخرجها فيه. الا طمع شفتي حاجه اخرى نسيتي اللي وقفوا معاك كون على يقين تسنى الدقه ديالك غتجيك بابا. هادشي اللي غنقول لك، وانا ماشي كنقول لك هادشي هذا باش حقا ولا جي، لا لا صافي درتي العيب سالينا، وانا تنقول لك هذه باش تاخذ عبره باش مره اخرى ملي يكون معك شي واحد يوقف معك وقفه الرجال ما تخويش به وما ديرش هاد الخسائل هكايا، حيت هاد الشيء هذا راه حنا مازال في الدنيا ما تعرفش شنو غيطرى لك. نعم اللي ما خرج من الدنيا وما خرج من عقيبها وتيقول لك اللي نساك انساه. انا ما عنديش انا والله العظيم كون كان جاي في لونغلو خف الاول ما عرفش هذا، وكان جا عندي وغير في التليفون غير بيني وبينه نقول اخويا نعيم سمح لي هو هذه وكذا فهمتيني راه دغيا غنبرد. نعم. والله هي بحال ما كاين. اذا دابا الاخ نعيم غادي نقول لك غتعطي كلمة أخيرة لهذا الشخص، هو أنت الكاميرا قدامك باختصار. رسالة اش غنقول لك؟ أنت عندك واحد الإبن، أنت كما تنقول عندك دابا أسرة رجعتي لها الحمد لله ودير جميع الوسائل، أنا معاك بغيتي اختيار ترجع ترجع أي اختيار بغيتي أنا كنت معاك فيه. وفاش اختاريتي أنك ترجع مع الزوجة ديالك اللي كانت راه مشكل وكذا وهذه، قلت لك أنا معاك وترجع الامور وتصالحوا وكذا، ومن اعتذرتي فهمتي الانسان تيغلط وانا معاك وساندتك ودرت فيديوهات وهضرت عليك، ولاني درني فهمتيني كدرني في خاطري كنشوف الانسان بحال هو فهمتي بحال شي واحد كبرتي له الريش وخرج كينقبك فهمتي، هذا هو المشكل. ولاني ماشي مشكل انا عندي، انا لداخل تيقول لي ماشي مشكل، ربي غادي يجازيني على اي حاجه وربي غيعوض لي اي حاجه، الا كنا خسرنا ماديات ولا طوموبيل ولا اي حاجه ربي غيعوضهم هذا يكون على يقين. حاجه اخرى اللي انا غادي نخاف عليك، حيت انا والله خويا ما مسامح لك برب الكعبه باش تعرف هذه، انا ما عنديش نفاق درتي معايا الخير والله حتى نموت معاك، انا الحبس مشيت معاك لي تنجري حدا البيبان ودخال سبيطارات الحماق كلشي مشيت معاك لي، ولكن هذا والله اخويا ما نسمح لك باش ما الا كنت غنسامح لك نقول لك فري سامحت لك، ولكن هذه والله ما نسامحها لك ونخليك انت في الدنيا ان شاء الله، وملي تجي تفكرني ملي تجيك تصوني عليك تفكرني وقول فري انا غدرت ولا طراك شي 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 حاجه في الحياه تفكرني. نعم اذا رساله حيت انا عارف اقسم بالله عارف والله ما غينساني طول الحياه، حيت راه الحبس راه ما كيتنساش الواحد اكيد. اذا انا نعطي عبره للناس. نعم داكشي حتى حنا اللي بغينا نعطي عبره للناس، بغينا نعطيو العبره للناس، والاخ نعيم القصه فعلا معبره لكن درتي غلط. لو انه ضحيتي بالغالي والنفيس، انا ما تنعرفش هذا الشخص راه تهضر بصفه عامه تعرف بصفه عامه انا تنهضر انا ما متبعتش هذا الشيء خوتي المغاربه والله ما عارف انا اصلا هذا الشخص اللي كيهضر عليه بالاسم وخا تيقول لي الاسم انا ما عارفش ما متبعش انا هذا الشيء، نتوما عارفين المواضيع اللي تندخل فيهم اما هما عارفين اللي تندخل مع الناس في المشاكل في شي واحد مظلوم، فانا تنكون انا الاول السباق لهذا المواد بحال هكا، فهاد الماده بحال هذه حيت صديق ديالي اتصل بيا وعاود لي القصه لقيتها العبره وغتفيد المتابعين ديالنا. قلتي لي عرفتي شنو قلتي لي خصنا نصوروا باش تاخذ الناس تاخذ عبره بالضبط ماشي باش نركبوا الموجه. اذا المتابعين الاعزاء الاخ نعيم عاود لنا القصه ديالو، هانتوما شفتوا ضحى بالغالي والنفيس على شخص ما يستاهلش، انا هادشي اللي نقول انا ما تنعرفوش راه تنعاودها وتنقولها، شخص ما يستاهلش وهانتوما كتشوفوا النتيجه، الشخص خان بالوعد او لا خان بالخير ما شافش الخير، والاخ نعيم راه بصراحه بقى فيه الحال بزاف ولكن انا كنقول لك ربي كبير وانت حسبها عند الله تؤجر، هذاك خير درتي عند الله تؤجر، انت وقفتي معاه وكنتي راجل هذاك هو الاساس. قال لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا الا كنتي كتشكر الله على النعمه اللي تيعطيك وهذه راه غتشكر حتى واحد الانسان ساعدك في شي حاجه، حيت الا شكرتي انسان راه بحال شكرتي الله حيت الله اللي سخره بالضبط. اذا القصه واضحه جدا والطرف الثاني اللي هو كيهضر ها هو واضح جدا وكيبقى حق الرد مكفول طبعا فابوابنا مفتوحه. اذا متابعينا الاعزاء وصلنا لنهايه الحلقه ديال هذا اليوم، وكان معكم ربيع الدحاني.